وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المستشار المالي علي الجفري. مساء الخير سيد علي. العلاقات حقيقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين تصب لا شك في صالح المواطن البحريني والسعودي، وتجمعهم رؤية اقتصادية مشتركة وصولا إلى الرؤية الاقتصادية 2030 للبلدين الشقيقين. لو تحدثنا أكثر سيد علي بخصوص ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مؤكد أنه العلاقة التاريخية ما بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مملكة يعني أو علاقة ضارة في التاريخ. لا ننسى أنه الآن التكامل الاقتصادي الموجود عبر منطقة أو عبر منظومة متكاملة في منطقة الخليج العربي أصبحت ضرورة مهمة، وهذه من الأمور اللي إحنا نتكلم فيها ونقول أنه الرحلة لولي العهد بالطاقم الكبير الموجود يعبر عن الرؤية 2030 للتكامل الاقتصادي. الآن الوضع العالمي يحتاج إلى وضع اقتصادي يكون متكامل. العلاقة ما بين السعودية والبحرين حقيقة لما نشوف أنه العلاقات التجارية أو حجم التبادل التجاري في عام 2020 بلغت حوالي 24 مليار. غير كذا أنه كل دولة أو كل منظومة داخلية عندها المعايير اللي يعني تعمل تكامل على البيئة الاقتصادية. المزايا الاستثمار في البحرين عنده مثلا ملكية استثمار أجنبي 100% في قطاع التصنيع والتوزيع، بيئة ضريبية ملائمة، وجود اتفاقية سوق حرة سواء من داخل الخليج العربي أو من السوق الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي عملية أنه يكون في تكامل اقتصادي، أنا أعتقد أنه خلال الفترة القادمة راح يكون عندنا منظومة متكاملة اقتصادية. نعم. إحنا الآن عندنا جسر الملك فهد، وفي المقابل إحنا عندنا كمان الآن الجسر الآخر، جسر الملك حمد، اللي متوقع الانتهاء منه في عام 2027 ليكمل المنظومة الاقتصادية المتكاملة لمنطقة الخليج. حجم الاستثمارات يعني احنا نشوف احنا الان انه مثلا الاستثمار العقاري في مملكه البحرين تقريبا اكثر من 75% هو استثمار سعودي. علشان كذا وجدنا اليوم انه كان في منتدى الاعمال السعودي عمل الاتفاقيه الاطاريه لاجل عمل مشترك ويكون اكبر على مستوى اعلى خلال الفتره القادمه. نعم. لذلك انا اعتقد انه التكامل الاقتصادي والتكامل التجاري ما بين مملكه السعوديه ومملكه البحرين أنا أعتقد أنه أمر مهم جدا خلال الفترة القادمة يحقق الرؤية اللي تتطلع لها القيادتين في البلدين إن شاء الله. نعم. من الرياض المستشار المالي علي الجعفري، شكرا جزيلا لك.